بطل فرنسا في الدرجة الثالثة، ابتسامة صلاح تثير الجدل، وفاة حكم في سلفادور بعد حادثة اعتداء. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. لم يكن أشد المتشائمين من مشجعي بوردو يتوقع أن ينتهي المطاف بالفريق في الدرجة الثالثة الفرنسية. نادي المدينة الواقعة غربي البلاد أنهى الدوري المحلي في المركز الأخير وكان يستعد لخوض أول مواسمه في الدرجة الثانية منذ عام 92، لكن قرار المديرية الوطنية للرقابة والإدارة أرسل بطل فرنسا 6 مرات إلى الدرجة الثالثة بسبب الديون والمشاكل المالية. أثارت خسارة إنجلترا أمام المجر ب4 أهداف نظيفة أثارت الكثير من الجدل بين الجماهير الإنجليزية، التي طالبت عبر مختلف منصات السوشيال ميديا بإقالة فورية لمدرب المنتخب ساوثغيت. لكن في الطرف الآخر ظهر فريق مؤيد وداعم للمدرب الإنجليزي، منهم نجوم سابقون بحجة أنه أوصل الفريق لنصف نهائي كأس العالم الماضية ونهائي كأس أوروبا في الصيف الماضي، وهي أفضل نتائج حققها المنتخب في 20 سنة الماضية. البعض قال أنه لم يختر الوقت المناسب، والبعض الآخر دعمه وقال بأنه في إجازة ويحق له فعل ما يريد. هكذا انقسم الشارع الرياضي المصري بعد الصورة التي أطلقها محمد صلاح عبر حساباته على السوشيال ميديا، خاصة وأن مشاركة الصورة جاءت بعد خسارة المنتخب المصري أمام نظير الكوري الجنوبي برباعية، ما وضع اتحاد الكرة على صفيح ساخن وسط مطالبات باستقالتهم. صلاح لم يبدأ أي ردة فعل على هذه الانتقادات، ومن خلال الصور يبدو أنه فعلا مستمتع بإجازته. في خبرنا الأخير، أعلن الاتحاد السلفادوري لكرة القدم وفاة الحكم خوسيه أرنولدو أمايا بعد أسبوع من تعرضه لاعتداء بالضرب المبرح أثناء إدارته لإحدى المباريات. وكان الحكم قد تعرض للاعتداء من طرف اللاعبين والمشجعين بعد أن اقتحموا الملعب في إحدى مباريات دور الهواة بالعاصمة سان سلفادور، وبعد قضائه أسبوعا في المستشفى بسبب نزيف داخلي أعلنت وفاته في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.